السلام عليكم خياتي، مساء الخير. مش راكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيت تكون بتحليه بزاف بنينه سهله واقتصاديه كما عودتكم دائما. ندوزو خياتي نشوفوا المقادير. نحتاجوا للتحليه تاعنا نص ريتلا حليب، عندي 2 مغارف فارينه ومغرف مايزينا، 3 مغارف سكر وصفار بيضه. هنا تقدروا تستغناو على البيض، اللي عندها حساسيه من البيض تستغني عن الصفار البيضه. عندي لافاني، وهنا نحتاج البسكوي، اي نوع تاع بسكوي تحبوه خدموا به. نبداو بسم الله في طريقه التحضير. هنا خياتي نجيبو كسرونه نحط فيها كاع المقادير اللي عندي هنايا اللي ذكرتهم معاكم، بارد في بارد راح نحطهم كامل. هنا خياتي تحبوا تعوضوا الفارينه تكملوا ديروا 3 مغارف مايزينا تقدروا، انا نفضل انه تستعملوا الفارينه راح تعطيكم قوام مليح للكريمه. عندي 3 مغارف سكر، انا كيلت بهاد الملعقه، تكون ملعقه كبيره تاع اكل. نحطوا صفار بيضه وراح نحط الحليب ونحركها هكذا بارد في بارد، ومن بعد نحطها على نار هادئه مع تحريك المستمر. حياتي ما تحبسوش حتى تولي عندكم كريمه ثقيله. راح نحركها هكذا شويه بارد في بارد، نحل هذيك الفارينه والمايزينا ونحطها على نار قليله ونبقى نحرك فيها حتى تتقال. هاي ديك الكريمه تاعي خياتي، بعد ما قعدت نحرك فيها حتى شوفوا كيفاش ولات تقالت هكذا يا وعقدت. وهنا في هذه المرحله خياتي خلوها تغلي شويه، يكون يجوا فيها هاد الفقاعات هذوما، خلوها تغلي شويه باش الفارينه تاعكم تطيب وما تجيكمش فيها ريحه الفارينه. فوالا شوفوا الملمس تاعها كيفاش يجي، تجي كريمه ما شاء الله كي تبقاو تخلطوا فيها. بعد ما وجدت الكريمه تاعنا هنا في هذه المرحله، عفوا، راح ندير لها لافاني وحندير لها ملعقه صغيره تاع زبده. هنا الزبده الا كانت متوفره عندكم ديروها، الا ما كانتش متوفره تقدروا تستغناو عليها. ورا نحطوا لافاني، تحبوا لافاني ليكيد ولا بودغ، اللي متوفره عندكم ديروها. نحرك مليح ندوب هذيك الزبده. بعد ما دابت لي الزبده هذيك اللي درتها في الكريمه راح نفرخها في غيسيبيون ولا في طبسي يكون واسع ولا، وخلوها تبرد. هذه كمرحله اولى، ومن بعد ان شاء الله نكملوا التحليه تاعنا. انا دوك نخلي هذه الكريمه تبرد، راح نخليها تبرد هنا فوق سطح العمل تبرد شويه، ومن بعد ندخلها للثلاجه نخليها تبرد لي مليح، نحتاجها تكون بارده باش نكمل معاكم ان شاء الله المرحله الثانيه تاع التحليه تاعنا. هنا دوك نغطيها بكيس بلاستيكي يكون ملامس للوجه تاع التحليه تاعي باش ما تنشفليش من الفوق، نخليها تبرد ونرجع معاكم فيما بعد. رجعت معكم خياتي بعد ما بردت الكريمه اللي طيبناها كيف كيف. هاي ديك هنا راح نفرخها في غيسيبيون، شوفوا بعد ما تبرد راح تشد روحها تولي كريمه ثقيله. هاد التحليه راح تجي بزاف بنينه وماشي مكلفه، ما فيهاش بزاف المقادير. هنا خياتي راح نزيد لها لهاد الكريمه، نزيد لها نص كاس غبره شونتيي، وراح نخدمها مليح بالباطو حتى يتضاعف الحجم ديالها. فوالا حبيباتي، هذه هي الكريمه اللي نتحصلوا عليها. هنا بعد ما خلطتها مليح كما راكم تشوفوا راح تجي كريمه بزاف بنينه. نكملوا التحليه تاعنا مع بعض. انا اليوم خياتي راح نخدم بهذا المول، نتوما استعملوا اي مول عندكم في الدار، تقدروا ديروا مول كبير وتضاعفوا المقادير، تحبوا تخدموا بمول تاع الزجاج هذوك اللي يدخلوا الكوشه تقدروا تخدموا به. راني استفت هنايا طبقه من البسكوي، البسكوي عفوا، استعملوا اي نوع عندكم، تقدروا تخدموا بذوق الشوكولا ولا بذوق الفاني اللي عندكم. هنا درت الطبقه الاولى تاع البسكوي، ما شمختها لا في الحليب لا في القهوه، نتوما تحبوا تشمخوها بالحليب ولا بالقهوه تقدروا تشمخوها. وهذه الكميه تاع البسكوي اللي قعدت لي راح نقسمها بهذه الطريقه، راح نقسمها قطع تكون كبيره هكذا، راح نقسم كامل الكميه تاع البسكوي اللي عندي بهذه الطريقه، راح نقسم كامل الحبات اللي قعدوا لي. نتوما اذا ضاعفتوا المقادير اكيد راح تشرو 2 بايط من هذا البسكوي. راني قسمت كامل البسكوي تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، راح نفرغوا في الكريمه اللي خدمناها مع بعض. البسكويت تاعكم اختاروا نوعيه جيده باش يعطيكم ذوق شباب التحليه، وقسموه هكذايا قطع كبيره باش يبان في التحليه تاعنا في الاخير. نخلط مليح باش كامل هذاك البسكويت يتشرب
بهذيك الكريمه، راح يتشمخ هكذايا وحده، راح يجي طري من بعد كي نقسموا الكريمه تاع عفوا التحليه تاعنا. فوالا بهذه الطريقه راح نفرغوا فوق هذه الطبقه تاع البسكويت. يعني تحليه سهله في الاخير راح تعطيكم نتيجه هايله، راح تجي بزاف بنينه والمنظر تاعها راح يجي بزاف شباب، يعني الشكل تاعها يجي راقي ومشي متعودين نديرو كيما هاد التحليات. راح نوزعها كامل بهالطريقه، نحاول انه نخلي السطح تاعها يكون مستوي. هنايا الطبقه تاع الكريمه تحبوها تكون عاليه وخشينه، ما عليكم غير المقادير راح تدوبليوها كامل. راح نخليكم المقادير تاع الوصفه تاع نهار اليوم في صندوق الوصف، ولا عجبتكم التحليه ما تنساوش خياتي دعموني بجام واشتراك تمشي مشتركه في القناه. يعني هذه الطريقه تاع التحليه راح تجي بزاف بنينه وما تشدش اليد كما شفتوا، سهله والشكل تاعها راح يجي بزاف شباب. نتمنى انه تعجبكم. فوالا خياتي راح نحطها في الثلاجه حوالي ساعه باش تشد روحها مليح هاد الكريمه، ونعاود نرجع معكم فيما بعد باش نكملوها. بعد ما بردت خياتي الطبقه الاولى تاع التحليه ديالي، هنايا راح نزيد لها الطبقه الثانيه وهي لاشونتيي. لاشونتيي طلعتها ما شاركتهاش معكم، راكم كامل تعرفوا تطلعوا لاشونتيي برك. شرو نوعيه جيده تاع لاشونتيي باسكو كاين بزاف لهم يشكيو يشرو لاشونتيي وما تطلع لهمش. انا نخدم بلا غوز بلونش هي اللي تساعدني وتطلع ما شاء الله. درت كاس غير ربع تاع غبرة شونتيي ونص كاس حليب بارد، طلعتهم مليح وحطيتهم في لابوش. وهنايا استعملت هاد لادوي السامبل هكذايا مدورة، راح ندير بها من الفوق غير هكذايا نعمر من الفوق خطوط كيما هكذا بهاد الطريقة. ثم تقدروا ديروها تفرشوها كامل وتوسوها غير بالملعقة باش تعطيكم سطح مستوي. بهذه الطريقه راح نعمرها كامل من الفوق بلا شونتيي. تقدروا خياتي ما ديروش لا شونتيي من الفوق، تقدروا ديروا غير الشوكولا ولا تخدموا كراميل. ديجا راني خدمتها في القناه ديالي وصفه تاع الكراميل تجي بزاف بنينه. تقدروا ديروا غير الكراميل ولا ديروا قلت لكم الشوكولا، يعني تقدروا تستغنوا على لا شونتيي اللي ما يحبش يديرها. بهذه الطريقه راح نعمرها كامل. بعد ما كملت وزعت لاشونتيي كامل من الفوق راح نرجعها للثلاجه حوالي 4 ساعه 20 دقيقه نخلي لاشونتيي تبرد، ونعاود نجبدها نزينها معكم ونقسمها نوري لكم الشكل النهائي ان شاء الله. رجعت التحليه تاعي للثلاجه وراح نكمل معكم الطبقه الاخيره تاع التحليه تاعنا. راح ندير صوص شوكولا راح نزين بها التحليه. نتوما هاد المرحله تقدروا تستغناو عليها كيما تقدروا تستغناو على مرحله على شونتيي، يعني تقدروا ديروا لا شونتيي وحدها ولا صوص شوكولا وحدها. يعني لكم الاختيار خياتي، زينوا التحليه تاعكم كيما حبيتوا، يعني انا نعطيكم فكره وانتم تطبقوها كيما تحبوا. عندي هنايا علبه تاع شوكولا، استخدمت هنا شوكولا بيمو. نتوما استخدموا اي نوع تاع شوكولا عندكم، تحبوا امباسادور تحبوا ماكسون اللي عندكم. وعندي ربع كاس تاع حليب كما راكم تشوفوا. راح نحط الحليب تاعي سخن على نار هاديه ومن بعد نحط الشوكولا نبقى نحرك حتى كيدوب. هنا بقاو تحركوا فيها خياتي حتى كيدوب. انا يعني متعوده ندوب الشوكولا تاعي ما راحش تحرق ولا يعني تلصق لي هنا في الكسرونه، على هذا نخلطهم في زوج ونحطهم نبقى نحرك على نار قليله حتى كيدوب لي الشوكولا. هاليك الشوكولا خياتي بعد ما دابت كما راكم تشوفوا، هنا ما تلصقش، شوفوا ما تلصقش كامل يعني في الكسرونه، ما تخافوهاش ما تلصق ما تحرق. تحبوا ديروا كلش كيما درت انا، تخلطوا الحليب والشوكولا وتقعدوا تحركوا على نار هاديه حتى تذوب الشوكولا تاعكم كيما راكم تشوفوا. وفي الاخير راح نزيد لها ملعقه. سمحوا لي خياتي كنت نصور وطفالي تليفون، هنايا زدت ملعقه تاع زبده كيما راكم تشوفوا، هاي اللي راهي تبان. راح نخلطها مليح مليح مع الشوكولا وراح نخليها على جنب تبرد هكذا باش كنحطها فوق لاشونتيي ما تفسدليش هذيك لاشونتيي. بعد ما بردت الطبقه تاع لاشونتيي مليح، وهنايا صوص الشوكولا تاعي راهي دافيه ما تخلوهاش تبرد باسكو من بعد تحكموا روحها ما تقدروش تحكموا بها. هنا راح نمزحها كامل فوق الطبقه تاع لاشونتيي.
رجعت معكم حبيباتي بعد ما كملت التحليه تاعي، زينتها كما راكم تشوفوا وخليتها بردت، خرجت ما شاء الله كما راكم تلاحظوا الشكل تاعها بزاف شباب والذوق تاعها ولا اروع. نتمنى انو تجربوها لانه راح تجي بزاف بنينه. راح نقسم منها قطعه ونوري لكم الشكل تاعها كيفاش يجي من الداخل. فوالا خياتي، راني قسمت لكم قطعه من التحليه كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعها من الداخل، تجي بزاف شابه. هذيك الكريمه شوفوا كيفاش تحكم روحها، تجي ما شاء الله. والقوام تاعها شوفوا كيفاش يجي ولا اروع. هنا راني ذقت منها شويه البنه تاعها، ما شاء الله تجي بزاف بنينه. وشوفوا كيفاش كي نقسمها الكريمه هذيك، تجي شوفوا روعه ما شاء الله، مع الطبقه تاع لا شونتيي والشوكولا راح تعطيكم مذاق هايل. نتمنى انو تجربوها خياتي. ما تنساوش تدعموني بجام واشتراك للقناه. بقاو على خير.